من هو الصحابي الذي شهد له النبي بالجنة ولم يسجد لله سجدة؟ هل يمكنك أن تتخيل أن يشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل بأنه من أهل الجنة رغم أنه لم يسجد لله سجدة واحدة؟ هذا ما حدث مع صحابي كريم كان يأبى الإسلام عندما أسلم قومه، ولم يكن يلتفت إلى دعوتهم له إلى الإسلام، بل كان يقول لهم: لو أعلم ما تقولون حقا ما تأخرت عنها. عبارته رغم رفضه للإسلام تدل على بحثه عن الحقيقة والتثبت منها، لذا شرح الله صدره للإسلام فأسلم مسرعا. وحينها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعد للخروج إلى غزوة أحد، فسارع هذا الصحابي الجليل وكان قد أسلم توا وحمل سلاحه ليلحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجيش المسلمين، وقاتل معهم حتى استشهد، ولم يكن قد صلى ولو ركعة واحدة، بل لم يعلم الكثير من المسلمين بإسلامه حينها. وعندما علم النبي باستشهاده قال عنه: إنه لمن أهل الجنة. إنه الصحابي عمرو بن ثابت الذي كان يلقب بالأصيرم، خاله الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وقصته روت العديد من كتب السنة والسيرة. فعن أبي هريرة أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرف الناس سألوه من هو، فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل، عمرو بن ثابت ابن وقيش. وكان قبل إسلامه يمنعه من أن الإسلام أن له مالا من الربا، يخشى إن أسلم أن يضيع عليها، وكره أن يسلم حتى يأخذه. فلما كانت غزوة أحد قذف الله في قلبه الإسلام، وجاء يسأل عن بني عمه وعن أناس من قومه، فقيل له: إنهم خرجوا لقتال المشركين بأحد. فخرج للجهاد فرآه بعض المسلمين فقالوا له: إليك عنا. فقال: إني آمنت. ثم قاتل حتى أثبتته جراحه وأشرف على الموت، فحملوه إلى قومه بني عبد الأشهل فسألوه عن سبب مجيئه: أهو حمية لقومه أم غضب لله ورسوله؟ فقال: بل غضب لله ورسوله. ثم مات شهيدا ولم يصلي لله صلاة واحدة. ثم ذكروا أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فشهد له بالجنة قائلا: إنه لمن أهل الجنة. وقد ورد في قصة إسلامه واستشهاده حديثان. الأول: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لامته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ فقال لأخته سليه: حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. الحديث الثاني عن أبي هريرة قال: كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصلي قط، فإذا لم يعرف الناس سألوه من هو، فيقول: أصيرم بني عبد الأشهل، عمرو بن ثابت بن وقش. قال الحسين: فقلت لمحمود بن لبيد: كيف كان شأن الأصيرم؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدا له الإسلام فأسلم، فأخذ سيفه فغدا حتى أتى القوم، فدخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. قال: فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم. وما جاء
لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث. فسألوه ما جاء به، قالوا: ما جاء بك يا عمرو، أحدبا على قومك أو رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله فقاتلت حتى أصابني ما أصابني. قال: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. فرضي الله عنه وأرضاه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.